مشاهدي قناة شوف تي في صباحكم سعيد، مرحبا بكم في هذا المباشر ونحن في هذه الجولة الصباحية. ولله الحمد أمطار الخير ما زالت تتهطل على مدينة البوغاز، منذ الساعة الأولى من هذا الصباح، وعلى ما أعتقد على أن مختلف مدن المملكة بقت عرفت تساقطات مطرية هامة، ولله الحمد كنتمنى على أن هذه القطرات المطرية توصل إلى مختلف جهات المملكة، وهي أولى قطرات فصل الخريف والتي نحن في حاجة إليها، والفلاح بدوره ينتظر بفارغ الصبر نزول أمطار الخير. صباحكم سعيد مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكل من يتفاعل معنا هذا الصباح. شكرا من عبو، الحمد لله والشكر لله دائما وأبدا. فتيحة القريدي تقول غيث النافع إن شاء الله يا رب العالمين آمين. خديجة وردي تقول الحمد لله شكرا. أنا بكر صباحكم سعيد، جميع متتبعي قناة شوف تي في شكرا لك وصباحك سعيد. مقرعي منال شكرا على التحية وتقول الحمد لله اللهم أغثنا آمين يا رب. أمل صردو العمراني تقول الحمد لله الساكنة في مرتل بتطوان الحمد لله. بلغيتي رشيد صباح النور، أخوكم رشيد بلغيدي من السويد، تحية لمغاربة العالم والذين يتواصلون معنا من مختلف بلدان العالم شكرا. فاتحة قرتي تقول اللهم اكشف الغمة على الأمة ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت أرحم الراحمين آمين يا رب. شكرا فاتحة. دوحة مهدي تقول صباح الخير عليكم، الجو ديال الشتاف طنطان ولكن مازال ما كاين، الله يعطينا على قد نفع يا ربي. شكرا وتحية لمشاهدينا في الأقاليم الجنوبية، تحية لكم وصباحكم سعيد شكرا على تفاعلكم. مريم صباح الخير من الفنيدق، تحية لمشاهدينا في الفنيدق
اقليم تطوان. محسن عمران صباح الخير من بني ملال. معرفناش واش كاين شتا في بني ملال وهي منطقة فلاحية. خديجة تقول اللهم اسقينا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين. آمين يا أختي. تحية أختكم هنا من إيبيزا، تحية لك، شكرا لأفراد الجالية المقيمة في الخارج. محمد الزهواني يقول بني ملال والنواحي لا تزال أبطار الرحمة مستمرة في تساقط جد مفرح والتي لم تنقطع منذ صلاة مغربي أمس الأربعاء. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. شكرا آمين يا رب. إبراهيم سالك صباح الخير. أجواء وجدة تقول ممطرة الحمد لله وهادشي كيبشر بالخير. أم ريان صباح الخير من طنجة الحمد لله شكرا لك. سعاد مود تقول طنجة تطوان فيها الخير الحمد لله. ملك ملك يا رب تعطينا الشتا على قد النفع يا رحيم آمين. رميساء تقول اللهم ارفع عنا هذا الوباء واحفظنا بحفظك يا رب العالمين آمين يا أختي. حمزة مزيان يقول صباحكم سعيد شكرا. صوفيا الهادي صباح النور من وجدة صباحك أسعد يا أختي. عيشة صباح الخير من فاس الأجواء ممطرة ولله الحمد الحمد لله. مقراعي تمالل تقول عين قطيوط أكيد نحن على محور عين قطيوط في اتجاه ساحة الكويت. رضوان الزيان يقول صباح الخير صباحك أسعد صديقي. إذا نحن في هذه الجولة مشاهدينا الكرام إذا لاحظتوا على أن الأمطار توقفت مع انطلاق هذا البث المباشر باش ما يلاحظوش الإخوان يلا فترت الشتا بعد لحظات قبل قليل عاد وقفت الشتيوات الحمد لله. ما هو الصباح كله هي كتصب على مدينة طنجة ونتمنى إن شاء الله حتى نتوما تخبرونا كيف عندكم الجو في المدينة ديالكم. مالك من طنجة تقول صباح النور شهيتونا في هذا الجو. شكرا يا مالك وفطورك شهي. كل التحية للمغاربة خاصة تطوان وأكادير. خالد بدين شكرا لك. صوفيا أجواء وجدة غائمة ونرجو من الله أمطار خير. آمين إن شاء الله تمطر عليكم الشتاء يا أختي. حمزة يقول صباحكم سعيد من إقليم شفشاون الجو ممطر صباح اليوم الحمد لله الحمد لله. صباح الخير من أكادير يقول كريم. عزيز يقول سلام الله عليكم من مكناس أمطار الخير في مكناس الحمد لله. أسماء لالا الحمد لله وشكرا لله وصباحكم سعيد شكرا لك. الله يعطينا على قد نفات يقول صدام زينونة. مقرعي منال شكرا اخي والله يسر امورك كتسارينا في طنجة الحبيبة وخا حنا بعد. مرحبا هذا واجب يا اختي ومرحبا بك في طنجة. عبد الرحيم العسري تونات تبارك الله الشتا موجودة الحمد لله. بعد المناطق الفلاحية كتصب فيها الشتا هذا هو الأهم لأن كيف ما كتعرفوا كيف ما عملنا جولات في الأسواق ديال طنجة راه تبارك الله الخضرة مازال غالية
وكذلك الفواكه اذا خصنا شي ضروري طيح باش على الله هاد الاثمنه تنخفض شويه وتكون في متناول القدره الشرائيه ديال المواطنين. عبد الاله العوفي صباح الخير من نواحي مدينه وزان، الاجواء رائعه، اتمنى زيارتك لمدينتنا المتواضعه ان شاء الله يا صديقي. علاش لا. عبد المغيث اقشور صباح الخير من الراشديه، صباحك اسعد يا صديقي. من قلعه صراغنا ونواحيها الجو ممطر يقول حفيد نادر، شكرا. اسماعيل يقول واد لو الحمد لله اليوم جو ممطر وهذا يدخل السرور على ساكنة المدينة. الحمد لله يا أخي إدريس بدري صباح الخير والورود والياسمين، ولك أيضا يا صديقي شكرا على تفاعلكم مع قناتكم شوف تيفي. أم صوفيا صباح الخير من سطات، تحية سطات. صباح الخير من بروكسل، تحية لك وشكرا على المعلومات. يقول عبد الوالد شايب، شكرا لك. ملك من طنجة صباح النور، ولك أيضا شكرا. من الكويت رشيد الهادي يقول تحية من الكويت للجميع، أن الجو مشمش وحار، أكيد معظم دول الخارج بها الطقس حار. وتحية لأفراد الجالية المقيمة في دولة الكويت. إذا مشاهدينا الكرام، من الحسيمة أخرباش يقول صباح الخير، تحية حارة لجميع المغاربة، أحبكم. من مدينة الحسيمة، هنا أمطار الخير الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. إذن مشاهدينا الكرام شكرا على تفاعلكم. من القصر الكبير سارة زباط تقول صباح الخير من القصر الكبير، ولكن لم تخبرنا واش كاين شي جو ممطر، شكرا لك. صباح الخير من سالا نعيم الزاهري، جو ممطر في سالا، شكرا. رشيد من العطاوية يقول توحشنا الشتاء ان شاء الله تمطر عندكم. لميا كريكس تحية من طنجة، الجو بارد ومزيون، شكرا لك. تونات حاليا الخير تبارك الله، شكرا. عبد الرحيم إلياس عزيز صباح الخير من تغازوت، شكرا لمشاهدينا في منطقة تغازوت بإقليم العرائش بقبيلة بني عروس، تحية لكم. وغالبا يكون جو بارد هناك. الناظر الحمد لله أمطار الخير تتهطل، إذا يظهر على أن الحمد لله الشتا كطيح في معظم جهات المملكة، وهذا كيبشر الخير وكذلك الفلاحين وبشرى للفلاحين وللمغاربة على هذه التساقطات المطرية الهامة. حنين يقول الحمد لله والشكر لله على أمطار الخير بمدينة تطوان الحبيبة طنجة، اللهم أمطر على بلادنا كلها أمطار خير وبركة، وارفع عن بلادنا الوباء برحمتك يا الله، واشف مرضانا جميعا آمين يا هانين، شكرا جزيلا لك. سليمان يقول أمطار الخير تتساقط الآن في طنجة، أكيد يا أخي الحمد لله. صباح النور أخي من آية التمليل دائرة فطواكة، شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام ما غادي نقرا الدار ندرج جميع تعليقاتكم، لأن تبارك الله كتقاطر علينا مجموعة من التفاعلات والتعاليق. كنشكركم مشاهدينا الكرام، خليكم عاد الجو جميل المطل على الجبل الأخضر لمدينة طنجة الجبل الكبير. إذا تحية لكم، كنتمنى لكم صباحكم مبروك وفطور شهي للجميع. ألقاكم في مباشرين آخر، إلى اللقاء.